أنا الدكتور عبد الله السعد، عميد متقاعد من الخدمات الطبية الملكية. تخرجت من مدرسة عجلون الثانوية والتحقت بجامعة القاهرة، أخذت البكالوريوس من جامعة القاهرة. أوجه الشكر الجزيل لوالدي ووالدتي الله يرحمهم، لأنهم كانوا ببداية حياتي هم اللي داعميني أن أوصل لهذه المراحل. وفي المرتبة الثانية بشكر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية اللي أرسلونا إلى المملكة المتحدة، وجبنا اختصاص من المملكة المتحدة. الحمد لله وصلنا إلى مراحل متقدمة ووصلنا إلى مرتبة استشاري في الخدمات الطبية والحمد لله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة دكتور عبد الله السعد. بداية يسعد مساك. الله يسعد مساك جميعا وأهلا وسهلا بكم. كلك زب. طبعا في البداية دكتور عبد الله، حضرتك العميد الطبيب المتقاعد من مدينة الحسين الطبية، وحضرتك استشاري العلاج التحفظي للأسنان، وحاليا صاحب عيادة بعمان. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور عبد الله السعد، عميد متقاعد من الخدمات الطبية الملكية. تخرجت من مدرسة عجلون الثانوية والتحقت بجامعة القاهرة، أخذت البكالوريوس من جامعة القاهرة، ثم التحقت بالخدمات الطبية الملكية، وبعدها عملت 4 سنوات إقامة في مدينة الحسين الطبية. وسنة 1990 أرسلت ببعثة إلى المملكة المتحدة، وحصلت على رسالة الماجستير من جامعة بريستول في المملكة المتحدة، وبعدها عدت كأخصائي في مدينة الحسين الطبية وتدرجت حتى وصلت إلى مرحلة استشاري في مدينة الحسين الطبية. وآخر منصب كنت في مدينة الحسين الطبية مدير العيادة الخارجية للمدينة الحسين الطبية. نعم، ما هو سر نجاحك وتميزك كطبيب أسنان؟ صراحة طبيب الأسنان وكل واحد في أي مجال، في الطب أو في الهندسة أو في هو اللي ناجح، هو اللي لازم ينجح نفسه، يعني يتعب على نفسه. فإذا ما تعب الإنسان على نفسه ومارس مهنته بإخلاص واشتغل بوفاء وإخلاص في مهنته وتطور نفسه وتابع المستجدات الجديدة في أي مهنة، طبعا ما راح يكون قوي في مهنته. نعم. الحمد لله أنا من الناس اللي ثابرت الحمد لله وطورت نفسي واشتغلت مرضاي يعني بكل الوفاء الحمد لله رب العالمين. نعم. بس تحكي لنا أكثر، إيش هو الفرق بين الحياة المدنية والحياة العسكرية؟ الحياة العسكرية حياة جميلة جدا صراحة، يعني هي فيها ضبط وربط عسكري، فيها وقت للدوام وفيها وقت للراحة وفيها وقت للإجازة. فالحياة العسكرية حياة ضبط وربط عسكري. أما الحياة المدنية يعني أنت بتأخذ راحتك، يعني وقت ما بدك تيجي على العيادة، وقت ما بدك بتروح عن العيادة. أما في الحياة العسكرية حياة ضبط وربط عسكري، وبيكون الواحد يعني قائم بواجبه ومسؤول عن أي عمل بيعمله. نعم. شو هي أهم الخدمات اللي أنتوا عم بتقدموها هون عندكم بالعيادة للمرضى؟ والله إحنا عيادتنا الحمد لله عيادة أسنان متطورة، فينا عندنا عيادة أسنان متطورة بنعمل فيها كل العلاجات الموجودة، وهي
سحب عصب، تجميل الأسنان، ابتسامة هوليود، زراعة أسنان، برضو تقويم أسنان. إحنا منجيب طبيب تقويم لما بيكون في عندنا حالات. عيادة الأسنان الحمد لله من النوع المتطور، عندنا جهاز لعلاج العصب خاص روتري، عندنا قسم تجميل في المركز، عندنا ليزر أحدث الأجهزة الإيطالية متميزة جدا، وعندنا هيدروفيشل، وعندنا كل المتطلبات التجميل. نعم، ما هي رؤيتك المستقبلية برأيك إلى أي مرحلة تطور عن طب الأسنان بالأردن؟ يعني الحمد لله طب الأسنان بالأردن متطور إلى حد ما بالنسبة للدول المجاورة عنا، ونأمل أنه ربنا يعني ساعدنا نقدر نطور هذه المهنة أكثر وأكثر إن شاء الله. نعم، بس تحكي لي دكتور عن ابتسامة هوليود وخصوصا انتشارها حاليا بين الشباب والمرضى. نعم. متى محتاج المريض لهذه الابتسامة؟ ابتسامة هوليود بتحتاج لما يكون المنظر الأسنان الأمامية غير مناسب، ويكون عليها تصبغات وعليها شغلات غير مناسبة زي تسوس وشغلات زي هيك. احنا بنلجأ بدون ما نحضر السن بنلجأ لعمل قشور خزفية او قشور من مادة الزركن، وبنحل فيها هاي الأسنان وبصير ابتسامة هوليود المشهورة يعني. نعم، بس اصلا شو هو الفرق بين الفينيرز والفيسنج؟ الفيسنج عبارة عن مادة الكومبوزيت، احنا بنعمل فيسنج للسن. اما الفينير عبارة عن مادة احنا بنعملها في المختبر، بناخذ مقاسات لها، بنعمل سموثنج لسطح الأسنان الأمامية، عملية تنعيم لسطح الأسنان الأمامية وبنحط عليها الفينيرز. اما الفيسنج عبارة عن مادة الكومبوزيت احنا بنعملها بالعيادة. نعم. بس نحكي عن زراعة الأسنان بالتحديد، ايش هي موانع الزراعات الفورية؟ الزراعات الفورية بتحتمد لازم يكون الفك هيلثي، العظام الفك ممتازة وصحية واللثة صحية، ما يكون في عنده أمراض مزمنة زي السكري والضغط والشغلات هذه. ونحن بنفضل صراحة، أنا بالنسبة لي بفضل الزراعة اللي نستنى بعد 3 شهور، يعني نحط الزرعة ونستنى 3 شهور ونحط الدعامات ونعوض الأسنان المفقودة. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ طبعا إذا التقيت بصاحب الجلالة رايح أشكره شكر جزيل جدا على دعمه ومساهمته في الدعم الكامل للخدمات الطبية الملكية وإلى القطاع الصحي في الأردن بشكل عام. ويعني نحتاج احنا الى زيادة في الدعم في السياحة العلاجية واستقطاب كل المرضى من الدول المجاورة، وعندنا احنا القدرة الكافية لنقوم بهذا الواجب الوطني. نعم، بس اكيد انت في حدا ترك بصمة بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحلة اللي انت فيها حاليا، فانت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامج؟ وجه الشكر الجزيل لوالدي ووالدتي الله يرحمهم، لانهم كانوا ببداية حياتي هم اللي داعمين ان اوصل لهي المراحل. وفي المرتبة الثانية بشكر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية اللي أرسلونا إلى المملكة المتحدة وجبنا اختصاص من المملكة المتحدة، الحمد لله وصلنا إلى مراحل متقدمة ووصلنا إلى مرتبة استشاري في الخدمات الطبية والحمد لله. نعم، شو تحب توجه نصيحة للشباب وخصوصا المقبلين على دراسة طب الأسنان؟ أنا دائما وأبدا كنت أقول للمقيمين اللي كانوا يشتغلوا معي بالمدينة، لا يمكن أن تكون مبدع في مهنتك إلا إذا عشقتها عشق. الحب للمهنة لا يكفي، لازم تعشق المهنة عشق كامل عشان تقدر تبدع فيها. وبعدين لا، دائما وأبدا عملك الإداري لا يأخذك من مرضاك أبدا، لازم تكون انت على صلة دائمة بالعيادة وعلى صلة دائمة بكل التطورات اللي بتصير. والآن احنا العالم كله صار قرية صغيرة، يعني الآن بأي لحظة انت بتكبس كبسة الموبايل تبعك تأخذ اللي بدك اياه، اللي صار اي شيء جديد في العالم بتقدر تجيبه يعني. فأنا بنصحهم انه اللي بده يدرس طب أسنان، لانه طب الأسنان عبارة عن 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 علم وفن. فأنا بنصحه دائما وأبدا أنه يعني يستعب على نفسه عشان يوصل لمراحل متقدمة في هذه المهنة.
نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع العيادة وطرق التواصل معكم؟ احنا موجودين على الفيسبوك وموجودين على الانستغرام، وتليفوناتنا موجودة على المركز. طبعا عنواننا على في أبو نصير على دوار الجامعة التطبيقية، مجمع قرقش 2. شكرا لك. الله يبارك فيكم. انا بشكركم وبشكر قناة أرام شكر جزيل، وشاكر ومقدر جهودكم، واهلا وسهلا بكم. كلك شكرا لك دكتور. وفي نهاية هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر الدكتور عبد الله السعد على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورتنا، يسعد مساك، وشكرا لك. بارك الله فيك والله يجزيكم خير. شكرا لكم.